الفاصلة، وهذا ما يؤكد أن أبناء الشعب اليمني من المهرة إلى صعدة ينبذون هذه الطائفة وهذا الفصيل الذي يحمل الفكر الدخيل على المجتمع اليمني، وليس له أي حاضنة في جميع ربوع الوطن اليمني. كون أبناء اليمن أو الشعب اليمني قائم على معتقدات وشعب يتحلى بالعقيدة الإيمانية، أما بالنسبة لحاضنة الحوثي ليس لا يوجد له أي حاضنة، والدليل على ذلك أن تقدم القوات المشتركة أو القوات الجيش الوطني بشكل عام وكل تشكيلات المقاومة تجد الفضحة في كل بيت وفي كل دار على ربوع الوطن.